فأهم حاجة عندي الورق والمخرج والحاجة مسلسل ذات اخراج كامله ابو ذكر وتاليف ليارا نعومي وبطولتي مع النجمه نيلي كريم. عامل محامي مختلف جدا يعني. مشاهدينا بنرحب بالمطربه لارا اسكندر، اهلا بيك. هاي، مساء الخير. مبروك. ثانك يو، الله يبارك. كلمينا عن مشاركتك النهارده في حفله دي. النهارده هبقى بيست رايزنج فيميل ارتست الاورد بتاعي، وانا مبسوطه قوي عشان الاورد ده بيبقى من اختيار الجمهور، فبيوري انه فعلا الجمهور عمل مجهود عشان يصوت لي وعشان ابقى هنا النهارده. وكمان مبسوطه انه انا بغني انجلش مش عربي عاده، فالجمهور فعلا يعني قدر وشاف المجهود اللي بعمله كبنت مصريه بتحاول يعني تعمل فرق، حاجه يعني ديفرنت في الميوزك هنا. انتهت حلقتنا النهارده وخلصت الحفله بكلمات جميله في حب مصر قالها كل النجوم اللي طلعوا واستلموا الجو